أخبار اليوم. أهلا بيكم. حقيقة دلوقتي هنبدأ مع question 3. question 3 بيقول لي choose from column B what suitable for the column A. طيب هو بيقول لي عايز ايه؟ restriction انزيم. لما اجي في الماتش كويستشنز يا اساتذه احنا نشوف كولم ايه بيقول ايه الاول، اقرا او اقرا الاصغر ايه او بي، اقرا الاقل عشان ما اخدش مني وقت، وبعد كده اقرا الثاني واجاوب عليه ازاي. يعني هنا بيقول لي ريستريكشن انزيم، ريفرس ترانسكريبتيز انزيم، ار ان اي بوليماريز انزيم، تاك بوليماريز انزيم، بيبتايد ترانسفيريز انزيم. خلاص انا عرفت الانزيمز اللي هو بيقول لي عليها، ابدا اجاوب. فولو ذا دي ان اي هيليكيز انزيم. ده انا مجرد ما اعرف ان الهيليكيز ده كان مين اللي بيمشي وراه، كان دي ان اي بوليماريز. في دولة دي ان اي بوليماريز مفيش، يبقى نمبر ايه مش هقولها. شوف اللي بعدها، فورمس ام ار ان اي فروم دي ان اي. اخد بالي كويس قوي، هو عايز ار ان اي من دي ان اي ولا العكس؟ بيقول لي فورمس ام ار ان اي فروم دي ان اي، يبقى ده على طول ده ار ان اي بوليماريز انزيم، يبقى ده. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي attach the amino acids together by the peptide bond. مين اللي بيعمل peptide bond between amino acids and transfer the amino acid from the tRNA to the next one؟ ده اسمه peptide transferase enzyme. peptide عشان بيعمل peptide bond، وtransferase عشان بيعمل transfer reaction عشان يوصل ينقل ده على tRNA. يبقى هنا لما يقول لي بيعمل amino acids وبيعمل peptide bond، يبقى انا بتكلم في peptide transferase enzyme. نمبر D snaps DNA means cuts the DNA at or near the recognition site. مفيش cut غير restriction enzyme، يبقى restriction enzyme ده هو اللي ايه؟ هو اللي snaps the DNA. طب اللي بعدها بيقول it works at high temperature to copy DNA. At high very high temperature، ده احنا بنتكلم في PCR. PCR means polymerase chain reaction. طيب على طول ده بيتكلم في التاك بوليماريز، ما عنديش انزيمز انا بتشتغل عند فيري هاي تمبريتشر غير التاك بوليماريز انزيم. اخر واحده بقول لك الجينيتك كود از فاوند ان ذا فيروس وذ ذا ار ان اي جينوم. ده انا عايز حاجه تعكس للترانسكريبشن. تعكس ترانسكريبشن يعني بتكلم على ريفيرس ترانسكريبتيز انزيم، يبقى عايز ديا هي اللي تبقى صح. يبقى كده انا عملت الماتش كويستشنز. واخد بالي في واحدة بتبقى زيادة، طب الواحدة الزيادة دي أكيد ملهاش حاجة هنا، يبقى أنا أكيد شغال صح. سؤال اللي بعده أو الجزئية اللي بعدها، give reason for each of the following. The baldness doesn't appear on a child although his mother suffer from falling hair. تعرفين mother suffer from falling hair يعني إيه؟ يعني بكابيتال بوزيتيف، بكابيتال بوزيتيف. الست دي كل ولادها لازم يبقوا بولد، ده اجباري لانه لازم هياخد بي بوزيتيف وده دومينانت جين. لما ياخد البي بوزيتيف دي لازم يبقى بولد. بس السؤال بيقول لك بولدنس دازنت ابير اون تشايلد. يا جماعه ما هو بيقول للتشايلد اهو، وديا اصلا احنا بنقول عليها سكس انفلونسد كاركتر. Sex influenced character means the gene is affected by the presence of the male hormone. طب ده child لسه ما وصلش للsexual maturity to produce sufficient amount of male hormone. يبقى هنا لما يقول لي ان ده child يبقى ما عندوش male hormone، يبقى ال P positive دي مش هتشتغل لسه، وبالتالي because that the dominant gene or the B the baldness gene can't act except at the presence of the sufficient amount of male hormones. عشان كده بنسميه sex influenced character. السؤال اللي بعده برضو give reason. The appearance of black fur in the terminal parts of the Himalaya rabbits. Himalaya rabbits دي رابط لونه أبيض، بس الترمينال بارتس يعني أطراف الودان والترمينال إنس بتاعة الهندو لمبس، الإيدين والرجلين الفور لمبس والهندو لمبس والتيل والآيز، ده بيبقوا بلاك والباقي كله وايت. ده الرابط اللي احنا عملنا removing the fur from the back and replaced by the pack containing ice and at the presence of ice the black fur appear. طب هو بيسأل حضرتك هو ليه البلاك ده بيظهر في الترمينال بارتس of the Himalaya rabbits. The black color act as a character need the presence of gene
and also the presence of the conditions that help the gene to act. يبقى عايز جين وعايز الظروف تشغله. ايه الظروف اللي بتشغل البلاك فيور ان في ملاي رابتس؟ The low temperature. So the terminal parts where the blood circulation or can't containing a sufficient amount of blood. So the temperature of the lower parts of the rabbit low temperature which act as a condition which helps the gene to act. يبقى علشان كده في الهيمالايا رابتس terminal ends بس اللي عندها low temperature هو ده اللي بتشغل الجين فتبقى لونها بلاك. السؤال اللي بعده. The presence of girdles and appendicular skeleton in animals. في shoulder girdle بنقول عليه shoulder عند الهيومن بنسميه pectoral عند الانيمالز وفي pelvic girdle. دول بيعملوا ايه؟ دول connect the axial skeleton with the appendicular so that to connect the forelimbs and hind limbs to form the joints to facilitate the movement of the body by the hind limbs and by using the forelimbs. That facilitates the movement of the our arms and legs by the presence of the joints, which is the joint of the shoulder, which is called the shoulder joint in the glenoid cavity, and the thigh joint in the acetabulum cavity of the pelvis. The next question, number C. If the ratio of the nitrogen spaces in the strand A of DNA gene were at the following. That's the nitrogen spaces in a strand. اخو بالي بيقول لي a strand يعني ده single strand of DNA. طب لما يبقى single strand وبيقول لي ان الA17 والT22 والC41 والG41 والC20. هو عايز ايه؟ بيقول لك what are the different ratios of nitrogen spaces in the double helix. عايزهم في الدبل هيليكس. طب يبقى المسألة ببساطة أنا عايز يديني واحدة بس وأنا أجيب له الأربعة. طب يديني واحدة إزاي؟ ما إدانيش واحدة، إداني سنجل سترين. طب مش الأدينين هنا 17 والثايمين 22 على سترين واحد. طب يبقى على التو ستريندز واحد عليه الأدينين 17% والتاني عليه الأدينين اللي قصاد ده عليه الأدينين ال 22. طب يبقى أنا أقدر أجمع الاثنين. لو جمعت كده 17 بلس 22 يبقى التوتال عندي كام؟ التوتال عندي 39. بس ال 39 ده مش من 100، ده 100 للسنجل ستريند وفي 100 للاوبزيت او الاذر نيكست ستريند. طب يبقى معنى كده ان ده هيبقى ديفايدد 2 علشان يديني ايه؟ يديني الادينين بس في الدبل ستريند. فلما يديني الادينين بس في الدبل ستريند هيبقى كام؟ هيبقى 19.5. الثيرت دي يعني 15 وبعدين دي هتتقسم ل 4.5 يبقى 19.5. تقول لي ده انا لو لقيتها 19.5 في الامتحان هقول دي غلط اكيد. لا مش غلط، انت تشتغل صح واللي يطلع يطلع. طب انا لما يبقى عندي الاي او الادينين 19.5 طب يبقى الثيمين ايكوال 19.5 لان دايما الاي ايكوال تي. طب انا عايز الجي، خلاص الرقم اللي طالع عندك ماينس 50 ماينس الرقم اللي طالع. لما اجيب 50 ماينس 19.5 يبقى هيطلع لي الجي وهيطلع لي كمان السي ايكوال الجي. يبقى كده خلصت الحكايه. بس كل التراب اللي في الحكايه دي بس بيقول لي ايه؟ بيقول لي انه سنجل سترين. بس ما هو اداني سنجل ستريند واداني الاي والتي. من التي دي بتاع السنجل ستريند هطلع الاي اللي قصادها هيبقى الاي في الدبل. بس اخد بالي ده 100% والتاني 100%، فانا مش هطلع حاجه من 200%، مفيش حاجه اسمها كده. فعلشان كده لما بجمع دول بخليهم ديفايدد 2، فلما يبقوا ديفايدد 2 يبقى طلع لي واحده خلاص. واحده تبقى ايكوال الثانيه الكومبلمنتري بتاعتها ويبقى 50 ماينس اي واحده فيهم تطلع الايه؟ تطلع اللي مش كومبلمنتري معاها وتبقى خلصت الحكايه. اخر جزئيه بيقول لي what's meant by each of the following. The false fruit. The false fruit is a fruit where any part of the fruit as a receptacle sharing the fruit during the ovary to form the fruit. So that's act as the false fruit. So the false fruit is the fruit where the receptacle or any part of the flower sharing the ovary to form fruit or to store the amount of food to form the fruit. The next part is the breeding cycle. What's the breeding cycle? Breeding cycle, it is the period of the placenta mammals where the ovary of the female become active regularly, means the ovary of the female become active to produce mature ovum.
And we remember that the breeding cycle in the tiger and the lion is annular each year. In cats and the dog, twice a year means each 6 months. In the rats and rabbits, monthly. And in the human beings, 28 days. That's the last part of the question 3. Thank you.